بهالفقرة الإطلالة هي إطلالة أحلام، والحكاية مختلفة جداً. وبشو في ما فيه رح نكشف حقيقة ارتداء أحلام مجوهرات قيمتها 7 ملايين. حفل أحلام في السعودية هو الحفل اللي اختتمت فيه هيئة الترفيه فعاليات موسم الرياض اللي انطلق في أكتوبر الماضي واستمر حتى الشهر الحالي. وكان الحديث اللي شغل الجمهور هو إطلالات أحلام خلال الحفل. المعلومة الصادمة هي أنه أحلام تزينت بحفلها في الرياض بمجوهرات قيمتها 7 ملايين دولار من تاجر الألماس اللبناني سامر حليمة. لا تخليني أعاني وانت في عمري شريك، ليش أزعل عليك، ليش أزعل عليك. وتداولت المواقع أنه أحلام كانت سافرت خصيصاً للندن للاتفاق مع سامر على قطع الألماس، وهو مكون من عقد وأقراط صممت خصيصاً لإلها من أحجار الألماس الأصفر والزمرد الأخضر. وهالإطلالة تعتبر أغلى إطلالة للنجمة عربية حتى الآن. لكن بهالفيديو اللي رصدناه بيكذب هالخبر، لأنه الفيديو المنشور بعود تاريخه ل 2017، وهالشي بين فيه تماماً أنه صمم خصيصاً لأحلام. وتعليقاً على أنه إطلالة أحلام الأخيرة هي أغلى إطلالة، حبينا بهالفقرة نعرض مقطع من لقاء تلفزيوني قديم لوفاء الكيلاني صرحت أنه أحلام لبست أغلى إطلالة إلها بقيمة 47 مليون دولار. أحلام لبست مجوهرات بقيمة 47 مليون دولار في حلقة واحدة، الحلقة الأخيرة من أرب آيدل، وهذه حقيقة. 47 ما شاء الله، أكبر. أنا بدأ على الحشب ولبست أغلى من كده. بتبلغي في إظهار غناكي. ما تكلمتش عن غناية أنا لما أبداً. إزاي ده أنت حسر 47 مليون دولار تحلي مجاعات في العالم، وأنت عارفة أني أنا بساعد ولا ما بساعدش؟ أنت عارفة أنا كم عيلة بكفلها؟ أنا ما بشتغلش عشان أخذ فلوس، أنا عديت المرحلة دي. هتبيعي مجوهراتك إمتى وعشان تدعمي مين؟ أنا مش عايزة أبيع مجوهراتي، مجوهراتي هخليهم إن شاء الله ليا، والله ما يحوجني لا أبيع مجوهراتي ولا غير مجوهراتي، اصلا انا عندي نيه اني اشتري حاجات جديده دلوقتي. ايه رايك؟ استفزاز. لا مش استفزاز، انا بقول لك انت بتساليني انا برد عليكي. بتؤمني على رد السؤال؟ ومنتابع بالحفل الختامي لموسم الرياض اللي احيته احلام، فكرمت بنهايه حفلها وتسلمت درع تكريمي من الذهب الخالص على انجازاتها وعطائها الفني اللي وصل ل 25 عام. لما نقول فنانه العرب تستحق الأفضل والأجمل والأروع والمميز. هذا الدرع مثل ما أنتم شايفينه هو مصنوع من الذهب الخالص، واللي يمثل شعار فنانة العرب على مدى 25 سنة من العطاء والفن الجميل. إطلالات أحلام خلال الحفل كانت مميزة كتير وحملت تصاميم متنوعة ومختلفة، والاستعراض على المسرح كان هو عنوان ختام موسم الرياض بليلة أحلام. بتحب أحلام دائماً تميز حالها، ابتداءً من تسمية نفسها بالملكة، لكن الجمهور بيعرف تماماً أنه أغاني أحلام مش عم تضرب بالفترة الأخيرة، وكل شيء بالأونة الأخيرة هو مجرد استعراض لا أكثر، والدليل هو المعلومة المغلوطة عن الألماس اللي لبسته في حفلها الأخير.